باكستان وبنغلاديش. في بعض المخيال العربي بلاد تصدير العمال والخدم والسائقين لبلاد العرب خاصة الخليجية منها، لكن نعوة وفاة مساء الأحد 14 من يونيو 2020 جعلت البعض ربما يعيد النظر إثر نعي أسلحة جو عالمية عدة، وفاة أحد أعظم الطيارين على مر التاريخ. بعد أن كان مسجلا بقائمة النسور الأحياء الأمريكية، رحل الطيار سيف الله الأعظم في العاصمة البنغالية دكا عن عمر نهز 80 عاما، مخلفا وراءه سيرة عسكرية حافلة وفريدة، كونه الطيار الوحيد في العالم الذي أسقط 4 طائرات لإسرائيل خلال حرب النكسة عام 1967، كما أنه تاريخيا الطيار الوحيد الذي خدم في بيئة حرب ل4 قوات جوية لدول مختلفة هي باكستان وبنغلاديش والأردن والعراق. انتشار خبر وفاة صياد الطائرات الذي حمل الجنسية الباكستانية ثم البنغالية فتح الباب لسرد تاريخي حول مشاركات الطيارين الباكستانيين بمعارك جوية لجانب العرب في حربي يونيو عام 1967 وأكتوبر عام 1973، عندما نجح هؤلاء الطيارون في مختلف الجبهات العربية بإسقاط ما لا يقل عن 12 طائرة حربية إسرائيلية. من الهند لباكستان، ولد سيف الله جميل الأعظم عام 1941 في بابنا أقصى شرق الهند بمنطقة توجد في بنغلاديش الحالية. عاشت عائلته في كلكتة حتى قرار تقسيم الهند عام 1947، قبل أن تهاجر العائلة إلى باكستان التي استكمل فيها تعليمه الأساسي. التحق سيف الله بعد ذلك بأكاديمية القوات الجوية في باكستان عام 1958، وأصبح طياراً حربياً وتعززت كفاءته القتالية عام 1963 بتلقيه دورة تدريبية في قاعدة جوية بولاية أريزونا الأمريكية. احترف خلالها الطيران بطائرة F-86 سابر، ثم عاد ليطير بنفس الطائرة مع سلاح الجو الباكستاني عام 1963، قبل أن يتم تعيينه مدربا للطيران في قاعدة موريبوري الباكستانية، ثم شارك في الحرب الباكستانية الهندية عام 1965 ضمن السرب 17 الذي نجح في تنفيذ هجمات ضد أهداف هندية، عندما حصرته طائرتان هنديتان في الجو ونجح في إسقاط إحداهما والعودة سالما لقاعدة سيرغود الجوية. وبعد الحرب رقي قائدا للسرب الثاني في سلاح الجو الباكستاني عام 1966. بين الأردن والعراق، أواخر عام 1966 عين سيف الله مستشار المعارك لسلاح الجو الملكي الأردني، ليجد نفسه في 5 حزيران عام 1967 وجها لوجه مع سلاح الجو الإسرائيلي، حين قصفت 4 طائرات حربية للاحتلال قاعدة المفرق الجوية الأردنية عقب تدمير طائرات سلاح الجو المصري بقواعدها، قبل استعداد الطيران الأردني ومعهم سيف الله للمعركة الثانية، حيث تم التصدي للغارة الإسرائيلية الثانية لينجح سيف الله بإسقاط 1 الطائرات المغيرة وإصابة أخرى لم تتمكن من العودة إلى قاعدتها وسقطت داخل الأراضي المحتلة. بعدها انتقل سيف الله إلى سلاح الجو العراقي حيث لمع اسمه في الأجواء العراقية، وتمكن من إسقاط 2 إسرائيليتين مغيرتين ليسجل اسمه في التاريخ العسكري للمنطقة باعتباره أول طيار يتمكن من إسقاط 4 طائرات إسرائيلية في غضون 72 ساعة فقط، حيث حصل سيف الله على العديد من جوائز الشجاعة من الأردن والعراق وباكستان لمهارته غير العادية وشجاعته في الحرب. في بنغلاديش، بعد استقلال باكستان الشرقية أي بنغلاديش عام 1971، تم تعيين سيف الله مديراً لأمن الطيران في سلاح الجو البنغالي، قبل ترقيته مديراً للعمليات وقائداً لقاعدة دكا الجوية عام 1977. بعد تقاعده عام 1980 تم تعيين سيف الله مديراً لهيئة الطيران المدني البنغالية لفترتين، ثم انتخب عضواً في البرلمان البنغالي بين عامي 1991 و1996،
وكرمه الجيش الأمريكي عام 2000 بتضمين اسمه في قائمة أفضل 22 طياراً على قيد الحياة في قائمة النسور الأحياء. نسور باكستان. تقارير إعلامية وعسكرية باكستانية وعربية ظهرت بعد وفاة سيف الله لتؤكد أنه لم يكن الطيار الباكستاني الوحيد الذي شارك في معارك حيوية في حرب عام 1967، بل كان هناك طيارون آخرون عملوا في مختلف الجبهات العربية وأسقطوا مع سيف الله في حرب عام 1967 ما لا يقل عن 10 طائرات حربية إسرائيلية، كما أنه كان لباكستان وحدة تضم ما لا يقل عن 16 طياراً خدموا متطوعين في الأردن ومصر وسوريا والعراق في حربي عام 1967 و 1973، بينهم طيار باكستاني كان يطير بطائرة ميغ 21 في سوريا. وخلال معركة جوية في حرب أكتوبر أسقط طائرة ميراج تابعة لإسرائيل، وفي الجبهة المصرية أسقط طيار باكستاني آخر كان يطير بطائرة ميغ مصرية، طائرة إسرائيلية من طراز F-4. وأنت، هل كنت تعلم أن طياري باكستان حاربوا إسرائيل في كل حروب العرب؟